السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد اليوم ان شاء الله غنشوف واحد الطريقه ديال مايونيز كتجي لذيذه وكتخرج كميه لا باس بها. الطريقه مبسطه وسهله. هاد المايونيز كنقدروا نزينو به حتى البصاطل مالحين، كيجي شكلهم زوين. هانتوما غادي تبقاو معايا حتى الاخر الفيديو وغتشوفوا التكستير ديالو كيفاش كيجي هاد المايونيز. بالنسبه للمقادير عندنا من 3 حتى 4 الفرماجات، عندنا كاس ونص ديال الزيت، كاس العنبه بطبيعه الحال، وعندنا معلقه صغيره ديال الخل، وعندنا بيضه والملح والثومه. انا تندير راس ديال الثومه، كتعجبني مايونيز بمذاق ديال الثومه، هي اختياريه. وعندنا البزار، وعندنا معلقه صغيره ديال لاموطاط. هنا درنا بيضه وغنضيفوا ليها لاموطاط، وغنضيف شويه الملحه، وشويه البزار، تقريبا راس معلقه ديال البزار. وغنضيف الثوم، كما قلت لكم الثوم اختياري، انا كيعجبني كنديرو. وغنديرو الخليط ديالنا يطرب، وغنبداو نضيفو الزيت بشويه بشويه. بالنسبه للخل ما غنضيفوش دابا. هنا كنبداو نضيفو كما شفتوا هو بدا كيعقد حاولوا الزيت هو في الجناب ديال الكاس على شكل خيط، وفي نفس الوقت كطربوها وكيبان لكم انه عقاد. هنا بعد ما طربت الخليط ديالي غنضيف معلقه صغيره ديال الخل. هذا المايونيز كيجي واقف، تقدروا تزينوا تبوشي، وانا غنوري البوشي معكم، وتزينوا به البساطل ديالكم اي حاجه شي نوع. هادي يلا ضفت الكاس عفوا كاس ديال الزيت الاول، وباقي كاس ثاني، دونك ثاني غادي نزيد الزيت. الزيت كتضيفوا على شكل خيط وانتما الثاني ها هو تقدروا ما تكملوش ديروا كاس ونص. شفتوا الشكل ديالو ها هو. دابا في هذه الحاله غنضيف الفرماج، الفرماج الاولى ثانية، فرماج كيبنو. هنا اخواتي كما كتشوفوا هذا هو الشكل ديال المايونيز اللي بغيت نوصل لكم في الاول، انه تزينوا به حتى البسيطلة المالحين. وهذا هو التكستير اللي تنقلب عليه، ان المايونيز كيجي واقف وكيعاوننا حتى في الخدمه وفي التزيين ديال البسيطلات خصوصا المالحين.
وتمنى في الاخير ان هذا الفيديو ينال الاحسان ديالكم، وتمنى انكم تجربوا هذا المايونيز لانه فعلا غادي يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم. وإلى عجبكم بارطاجيو مع العائلة ديالكم وأصدقائكم. وبالصحة والراحة، إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.